أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم في حصتكم ولادنا تحت جناحنا. هذه الحصة ترافقكم يا أولياء باش تربيوا ولادكم بالطريقة السليمة. اليوم عندنا موضوع مهم، كل الأولياء يتسألوا كي يتصدم الطفل واش لازم يديروا. اليوم مع أخصائينا راح نعالجوا هذا الموضوع اللي هو الصدمة للشوك ايموسيونيل عند الطفل. إذن راح ترافقني السيدة محرز خان عبلة أخصائية في علم النفس. مرحبا بك مدام، مرحبا بك، تفضلي شرفتينا. السيد لابري نور الدين مختص في علم التربيه، 39 سنه في سلك التعليم. تفضل استاذ، تفضل شرفتنا. شكرا، بارك الله فيك سي زيد. معنا تجربه حيه، زهر الدين مرحبا بك زهر الدين. السلام عليكم. لاباس؟ تفضل. ونستضيف في كل مره طفل ولا طفله باش يدير الواجبات المدرسيه في هذا المكتب الجميل. اليوم عندنا مروه، تعالي بنتي ارواحي. واش راكي لاباس بنتي؟ واش راكي لاباس؟ قولي للاطفال تحبي تقراي، قولي لهم نحب نقرا. تحبي تقعدي في هذاك المكتب ديري الواجبات تاعك. يلا ديري الواجبات تاعك في هذاك المكتب يا بنتي، بالتوفيق ان شاء الله. وانتم كذلك يا اطفال لازم ديروا الواجبات تاعكم باش تنجحوا. مرحبا. الاولياء بالمرات لما ولادهم يكونوا في حاله معينه يكونوا شغل بيردو، يعني مبحرين ما يعرفوش واش يديروا. أنا نقول لهم باللي حقيقة مليح أنك تزور طبيب، أنك تشوف طبيب نفساني ولا كذا، ولكن بالمرات بعض النصائح بالك من مختصين كيما أنتوما ولا يقدروا ينقذوا مسار طفله كامل. واليوم الموضوع موضوع مهم هو الصدمة عند الطفل، الشوك ايموسيونيل. يعني أنا نظن باللي الطفل ماهوش إني با لابغي دو نيمبورت كيل شوك، يعني أي حاجة ممكن، وفاة قريب، يشوف حاجة ما لازمش يشوفها. مثلا احنا كي نقولوا مثلا ان جو فيديو ولا حاجة اللي الطفل ما لازمش يديرها حتى لسن معين، هذيك الحاجة اللي يديرها في السن اللي قبل السن اللي لازم يديرها فيه ممكن انها تشكل له صدمة. يعني دونك ماذا بينا اليوم نتكلموا على الصدمة كيفاش نتعاملوا معها وكذلك كيفاش نتفاداو هذه الصدمة. هذه ماذا بينا نبدأ معك أستاذة محرز خان عبلة مختصة في علم النفس، كيفاش تشوفي الصدمة عند الطفل وشو ما الأعراض نتاعها وكيفاش نقدروا نتفاداو هذه الصدمة هذه كنصائح للأولياء لما يسمعوا فينا ويشوفوا فينا. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد وأتشرف كثيرا بحضور اليوم رفقة هذا الجمع الطيب والوجوه النيرة تاع شبابنا وتاع حضورنا اليوم، ورفقتك يا زيد، ورفقة سي نور الدين أخي الفاضل، ورفقة الضيف، وطبعا المشاهدين الكرام اللي ولفنا بهم وإن شاء الله يكونوا ولفوا بنا. نتكلموا اليوم عن الصدمة النفسية أو الصدمة الانفعالية كما قلت أنت، شوك ايموسيونيل. إذا الصدمة هي من أهم المواضيع النفسية، وهي في حد ذاتها ملف وحده. يعني كي نتناولوا حنايا بالدراسة الصدمة النفسية نتناولوها وحدها، وعلاش؟ لأنها من كثرة القوة تاعها تهز كل أركان الجهاز النفسي، وهذا الهز تاع الأركان تاع الجهاز النفسي صاديبو واش من عمر يسرى، لأنه كل يعني ما كان في عمر نمو وعمر يعني أريد تتشكل فيه الشخصية وتتطور وتنمو فيه الوظائف تاع الإنسان، كل ما تكون الآثار تاعها عميقة أكثر. بالضبط. وبالتالي كل ما يكون لازم تكفل بها سريعا. احنا عندنا عدة، حتى كاين الآن بعد حرب الفيتنام، في الحرب ما بين الولايات المتحدة والفيتنام، بعدها رجعوا هناك عدة جنود رجعوا إلى بعد انتهاء الحرب، رجعوا إلى الولايات المتحدة.
بعد فترة تاع 6 شهور عام ظهروا لهم آثار، بدات تظهر عنده آثار ما بعد الصدمة. بالضبط بالضبط. يعني هنا واش حبيت نقول؟ أنه الصدمة تقدر تبان الآثار تاعها مباشرة بعد الصدمة. بالضبط. وتقدر حتى تفوت مدة زمنية. يعني الطفل بالمرات بالمرات الوالد الذكي هو اللي يعرف بلي ولده تصدم، ولو انه ما يبينش الاثار توتسويت، بالك تبان من بعد كي يرقد يدير لك كوشمار، بالك يعني هذه الطفل كما قلت يا زيد، وهذا يبين باللي اختصاصك عاود يرجعك لاختصاصك الاولي هو بسيكولوج وراك زميل. الله يخليك. اذا هذا يبين باللي الطفل ما يتكلمش، ما يجيش يقول لك كيما الكبير راه واجعني كذا وراني ماشي مرتاح نفسيا. الطفل لازم يعبر عبر سلوكه، سلوك تاعه هو اللي يهدر. واش يصرى مثلا كي نشوف انه نحس، كيفاش نعرف باللي الطفل تاعي تصدم ولا عنده اي اضطراب ولا عنده اي مشكل؟ اولا في الوظائف الفيزيولوجيه تاعه، الماكله تاعه تضطرب، ما يعودش ياكل كيما مال في ياكل، ما يعودش يرقد كيما مال، فقدان الشهيه، كاين لي كوشمار، يقدر مثلا فقدان الشهيه، يقدر العكس يولي ياكل بزاف، يولي بوليمي حتى يحكم الاوبيزيتي، يقدر مثلا التبول اللا ارادي، يعني اضطرابات الاخراج ككل. يعني هو طفل نقولوا 6 سنين 7 يعني. كان اكتسب نظافه، النظافه هي عاده تكتسب في فتره العامين، في العمر تاع العامين، يعني احنا ننتظروا كامهات وكمربيين عامين نورمالمون خلاص الطفل يتخلى على لاكوش ويؤدي في المكان المناسب، يؤدي الحاجه الفيزيولوجيه تاعو. هذا الطفل يقدر من بعدك اذا تعرض لصدمه او اي مشكل نفسي يعاود يرجع. الانتكاس نسموه، يعاود يرجع الى مثلا التبول لا ارادي، كذلك الرسوب المدرسي، مشاكل مدرسيه، الكوشمار ثاني، هذا قلنا كذلك الكوابيس المزعجه، يكون النوم تاعو مضطرب. بالضبط. كذلك الالتصاق الكبير بالوالدين، يعاود يولي يعاود يولي يلصق بزاف وخايف، تحسوا باللي ما راهوش عادي. الطفل في هذه الحالات لازم نشوفوا شبيه، لازم نبدا ومشي نحكمه هو ونعمل له جلسه استنطاق، يعني واش صرا لك واش كاين وقول لي دركا، لانه الوالدين يخافوا. بالضبط. لازم مختصين. عده تهديدات لولادنا، راهم يخرجوا للشارع الان، رانا نشوفوا حالات الاختطاف، حالات المساومه الان اللي راهي جديده، انهم يختطفوهم من اجل مقابل مالي، يعني مثل الافلام تاع هوليود. صح. شيء رهيب. يعني انا نظن طفل يختطف ومن بعد يرجعوه، انا نظن بلي الصدمه انسان كبير يعني ما يقدرش. انا قلت لاولادي يعني رجعنا الى عهد العبوديه، بكري كان الانسان لا يامن على نفسه، يمشي فاذا به اذا ما راكش مع قوه ولا العرش ولا القبيله تاعك يخطفوك ويبيعوك. اذا نفس الشيء يعاود بمقابل مالي، يشبه نفس الشيء. اذا يعني هنا نبينوا يعني حساسيه الموضوع، والاولياء راهم متخوفين من كاين التحرشات الجنسيه، كاين يعني سرقه الاطفال لاي سبب من الاسباب. اذا الطفل مستهدف، احنا يعني لا شك انه يعني ضعيف، واي ضعيف هو مستهدف، يقدر كاين ما اقوى منه. اذا لكن نبدا نشوف هذه التغيرات نمشي معاهم غير بالعقل، ونحاول نقول لانه الطفل اللي مثلا تعرض الى اي اعتداء او اي تهديد او اي شيء صدمة، هو ما يعرفش يدير الفرق ما بين انه هو الفاعل او هو الضحية، هو يشعر بالذنب، تبان له وكانه بما انه صغير وضعيف حقروه وظلموه، اذا لازم ما يقولش، يخاف. بالضبط. هذا الخوف هذا يزيد يأزم في الامر اكثر واكثر. اذا اثار الصدمه نقدروا نشوفوها عبر السلوك، في الكبر بيان سور انا يعني معليش عند يعني واحد كبير نتكلموا، واحد كبير قادر السكري، قادر لاتونسيون، قادر تجيه يعني اي مرض، الامراض السيكوسوماتيه اللي وتقدر حتى عند الطفل يعني اضطرابات سلوكيه اكثر، حتى المراهقين يقدروا. بالضبط. مثلا السكري وكذلك، لانه الانسان كلنا زايدين بحساسيه عضويه معينه. بالضبط. هذيك اللي سيدو توليرونس، هذيك اللي تقدر تكون سبب في الوفاه تاع الانسان. بالضبط. يعني الانسان بالضبط. مبرمج لوفاته. هذا واش حبيت نقول، يعني هذيك الحساسيه تقدر يصرى لو ديكلونشمون هذاك من جراء صدمه نفسيه او انفعاليه. لان هذا تقول لي مثلا واحد يقول لي وشنو العلاقه؟ العلاقه هو انه النشاط الانفعالي هو نشاط هرموني في الصح.
كاين غدد او جسيمات صغار، لحمات صغار، هما الغدد الصماء، وعده غدد موجودين في الجسم تاع الانسان، هما اللي يتلقوا واحد المواد كيميائيه يطلقوهم في الدم مباشرة. هاد المواد هما اللي ينظموا ويسيروا الوظائف تاع الجسم، لكن كي ينطلقوا يعني كميات كبيره يقدروا يهلكوا يهلكوا التوظيف العضوي، وبالتالي هذا اللي يؤدي الى ظهور هذا الامراض، خاصه انه تكون كاين الاستعداد. ماشي مثلا شخصين يتعرضوا لنفس الصدمه، مثلا حادث مرور، واحد يمرض بالديابيت واحد ما يمرضش، يقول لك كيفاش لا لا ما كان والو، انا يا مصر لي والو، هذاك عنده حساسيه معينه في البنكرياس تاعو، وانت الحمد لله ما كاش الاستعداد الوراثي ما كاش. اذا وين يكون كاين استعداد وتكون كاين الصدمه يكون احتمال الاصابه بالمرض اكثر. اذا او يعني كما قلنا يقدروا يكونوا اضطرابات سلوكيه، يقدروا يكونوا امراض سيكوسوماتيه اللي رانا نقولوا لها نفسيه جسديه، يقدروا يكونوا كذلك اضطرابات نفسيه، قدر حتى يؤدي الى الاكتئاب، يعني الديبرسيون، من الاضطرابات النفسيه اللي تولي القلق والخوف، مثلا يصير له حادث سياره يولي يخاف اطلاقا من السياره ما يحبش يركب فيها. اطفال تعرضوا لصدمات فقدوا الكلام، يعني ما تكلمش اسبوع ولا يعني مباشره اثرت على على مش على السلوك نتاعو، حتى على يعني الاشياء اللي يقوم بها، يعني كل يوم يقعد ما يهدرش، يقعد ما يحبش يتلاقى مع الناس، يحب ينعزل. ولهذا حنايا ناكدوا بزاف على التكفل النفسي اثناء يعني الصدمه، مثلا الكوارث الطبيعيه، الزلزال او الحروب، او مثلا وفاه الاقارب. وفاه الاقارب ما نخبيش، لازم نتكلم معاه، لازم نخليه يهضر هذاك الطفل، ما نغمش الموقف والوضعيه، ما نقولش لا لا ما كاين والو، كاين ولازم نهضروا عليه، لكن باللغه تاع الطفل. بالمرات وليدك ولا بنتك انت تقول ما كان والو، تاخذوا تعرضوا على طبيب نفساني، راح انت تتخلع، تخرج انت من بعد هو يهضر معاه يقول لك ولا وليدك واش قال لي، قل وليدي قال لك هكذا، يعني تشوف كيفاش الطفل يتكلم على اشياء انت ما كنت شايفها ولكن هو شافها. دونك عرض الطفل بعد اي صدمه، بعد اي صدمه على طبيب نفساني، نظن هذه حاجه بديهيه وضروريه. مثل اننا نكشفوا عليه عند طبيب ونشوفوا اذا جسمه لاباس عليه ولا ماشي لاباس عليه، يعني نفس الشيء لازم، لانه الكلام عن الصدمه في يعني بعدها مباشره احسن من انها تقعد مده طويله. كل ما تقعد في الجهاز النفسي كل ما تتضخم اكثر، تتضخم اكثر وتولي تقيس التوظيف النفسي، والتوظيف النفسي هو عضو، الجهاز النفسي هو عضو من اعضاء الجسميه اللي هو متمركز في الجهاز العصبي، هو التوظيف الـ يعني نوع من التوظيف سوفيستيكي تاع الجهاز العصبي، يتسمى راهو الجهاز العصبي راهو فيه الجهاز النفسي والجانب العقلي والجانب التشريحي او البيولوجي اللي هو العصبي. يعني هو تشوف التركيب والتداخل تاع هذه الأجهزة مع بعض تؤدي إلى أنه كاع هادو يتقاسوا، يعني بما بالضبط. أنه كاين تداخل في هذه الأجهزة راح يكون كاين انعكاسات سلبية على كل، وقلنا مقبل ودائما رانا نقولوا أنه الجهاز العصبي هو اللي متحكم في كل الجسم، إذن راح يقيس كل الجسم. بالضبط. هي بالضبط. حاجة جاية في حاجة، لأنه جسم الإنسان هو وحدة متكاملة. إذن احنا مدى بينا نعرفوا نقراو هاد المؤشرات السلوكية اللي تصدر عن أولادنا، باش نعرفوا أصلا باللي كاين مشكل، بالضبط كاين مشكل معين، ثم نتدخل في الوقت المناسب. شكرا شكرا شكرا، الله يخليك أستاذة، الله يخليك. أستاذ نور الدين لابري، تكلمنا على الصدمات، تكلمنا على الاضطرابات السلوكية وكامل، حبيت نعرف لما طفل وخاصة كاين صدمات كثيرة، ولكن فقدان الأقارب أنا نظن خاصة أحد الوالدين ولا صدمة كبيرة على الطفل، يعني ما تخفناش، وكاين صدمات أخرى، يعني إما الطفل حضر في حادث مروري، ولا لما المربي يعرف باللي هذاك الطفل فقد أحد الأقارب ولا أحد الوالدين وبعد الشر، ولا كان حاضر في حادث، ولا لما يجيه الخبر هذاك كيفاش يتعامل مع هذه الحالة؟ هل صادفاتك حالة هكذا وين واحد من التلاميذ صدمة، وكيفاش تعاملتوا مع هذه الحالة، وهل كان هناك توافق يعني وتنسيق مع الوالدين ولا مع أي طبيب؟ شكرا على هذا السؤال الوجيه. الله يخليك. واسمح لي سي يزيد
أن أعبر عن سعادتي كلما تواجدت في هذه الحصة المفيدة جدا جدا جدا، والتي أعطتني الفرصة أن أتعلم مرتين أو مرات، لأن الإنسان يتعلم. ولو أنني معلم لكنني دائما أتعلم. أنا في كل حصة تتعلم نتعلم آلاف الأشياء. إذن شوف رانا كيف كيف رانا كيف كيف، وذلك الحمد لله هذا يسعدني. نعم هذا والله سعادة. شوف هذه نقولها لأولادنا، لأولادنا شوف أنا في السن تاعي أنا حتى أولادنا سنة. أولادنا اليوم في الجمهور في نهاية الحصة المرة اللي فاتت قالوا لي تعلمنا بزاف حوايج. نعم يعني شيء جميل جميل نعم جميل, جميل يعني نزيد اكثر من هذا. هم راهم في طور التعلم، ولكن احنا رغم السن تاعي ورغم التجربه تاعي في العمل في هذا الميدان، لكنني في كل حصه اتعلم من العلم. وأن الدكتوره عبلة خان موجوده معنا الحمد لله، لان الحياه وما اوتيتم من العلم الا القليل. الحياه هي تجارب ميدانيه، تجارب، ولكن كذلك هي نتائج بحوث واستنتاجات واستخلاصات علمية. بالضبط. فهذا الجانب نتعلموه ونوصلوه احنا كذلك دورنا نعلمه ونعطي ما جربناه من جربناه في الميدان. كما أشكرك أنت كذلك على اهتمامك السي يزيد، وهذه ما يش ورود نقيسها لك، لأنني أنا حقيقة أؤمن بالإنسان الذي يهتم خاصة بالطفل وبالجيل الصاعد. ولقد صدق أستاذي وشيخي رحمه الله الذي قال قصيدة جميلة حول الطفولة، وأنا أذكر بيتا واحدا، أعطيني هذه الفرصة. تفضل. التي هذا البيت اللي ينطبق عليك وعن أمثالك. ربي يخليك. يقول فيه على الطفل أو الطفولة: شممت فيك أريج الطهر يحدق بي، أنت الطفولة من رعاك لم يخب. ف جميل اللي جميل. راعي جميل. اللي راعي الطفولة جميل جميل ما يخيبش الحمد أبدا لله. الحمد لله. إذن الحمد لله الحمد لله، هذا بفضلكم على كل حال. أنا كانت فكرة اللي طورتها مع ناس كيما أنتم وكامل، اللي الشيء اللي نعتز به أنه أي واحد تكلمت معها الفكرة وإلا رحب بها. نعم يعني شيء جميل جميل جدا جيد جدا. الآن نرجع للموضوعنا. الموضوع نتاعنا تعرف ان الانسان شخصيه الانسان الكبير يعني لما يكبر شخصيته مرتبطه بطفولته. بالضبط يعني بالضبط بالضبط. الناس تقول لك من شب على شيء شب عليه. بالضبط مباشره يعني الانسان هذه قاعده من شب على شيء شب عليه. قاعده في علم النفس، هذه قاعده في علم النفس. بالضبط. يقول لك تعرف سلوكات ونوع من الشخصيه. دائما علماء النفس هذا ما يدعينا كلامك هو الكبير للاعتناء بالطفل ما دام صغير. نعم نعم بالضبط. لان شخصيته في المستقبل بالضبط متركبه على ما عاشه وما حصل له وهو طفل صغير. هذا هو الربط. بارك الله فيك. جميل جميل جميل. اذا وبالتالي لما نشوفوا واحد كبير ان ادولت يعاني من اضطراب شخصية، عنده مشكل نفسي، مشكل كذا، عقدة وما شابه ذلك من هذه التسميات، فاعلم أن ذلك مرتبط بما قد يكون قد حصل له وهو طفل صغير، وهذا ما نسميه بالصدمة. كم من يعني تقريب كلنا نصاب بصدمات، ولكن الصدمات تختلف. متفاوتة. بارك الله فيك. متفاوتة. كاين صدمة تخلي الأثار، وكاين الحمد لله بارك جوز كاين يعني. صدمة الأثار تاعها تكون آنية يعني بالضبط. بعد أسبوع أسبوعين خمسة بتروح. يعني هو المشكل كي الطفل يصاب بالصدمة ومن بعد نطلبوا منه أنه يروح المدرسة، يعني بالك ما راهوش مبا في النفسية أنه يروح المدرسة. نعم هذا يحصل سيزن. هذا هو. نعم صدمة قوية ما تخليش يروح المدرسة، ما يكونش في ظروف عادية. لازم له عناية. في حالة نفسها عالية. هنا العناية. لازم عناية حقيقة. العناية خاصة فقدان أحد الأقارب ولا يعني الصدمة نعم. تكون. نعم. نعم. هذا هو اللي أثر على التلميذ. احنا نرجع للمدرسة. هنا أنا دائما نقول أن الأولياء لما يطالعوا لما يعرفوا لما يكتشفوا بأن ابنهم عنده صدمة، لأن كان صدمة اللي تبان. صدمات طفل شاف أصيب بحادث خطير وراح المستشفى وكذا، طفل صغير تاع 6 5 7 سنوات هذا راه مصدوم باين. مصدوم بالمرات كما قالت الدكتوره ما يبانش عليه يعني فيزيائيا يعني ما يبانش. سلوك وكاين الصدمه التي يخفيها الطفل. بالضبط. هو ماهوش نيته انه يخفيها ما تبانش. لو لكن كاين اللي يخفيها
بنية، خاصة إذا كان مراهق أو أكبر سن. وصدمة، صدمة باش هذا قوسين، الصدمة لا تصيب الأطفال فحسب بل تصيب المراهق وتصيب حتى الكبار. بالضبط. كل واحد متعرض للصدمة. بالضبط. الكبار هذو كانوا يخلصوها بلا طونسيون ولا بالسكري ولا بلا في سي ولا بعد الشر. نعم، ولكن الصدمة تاع الطفل هي الأخطر، هي الأخطر، لأن الطفل هو في حاجة إلى بريء يعني. نعم، هذا هو البراءة تاعنا، لازم الضمان تاعنا. المهم كنت أقول أن الصدمة إذا 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 طالت، إذا طالت راح تأثر على التلميذ وتأثر على المدرس نتاعو. وحنا في المدرسة، حنا في المدرسة لازم الأولياء إذا عرفوا صدمة الطفل أصيب بصدمة ما، وقري ذكرت الأستاذة بعضها وتذكرت كذلك بعض أسباب الصدمات، لابد من أن يعرف المعلم والمدرسة والمدير. وكاين انفيشي تاع ليزيلاف لنعرفوا فيه كل حالات تاع التلميذ. حينها لما نعرفوا باللي التلميذ مصاب بصدمتين، خاصة إذا تشخصت معينة، هنا كل الفريق التربوي وحتى بعض التلاميذ أو حتى التلاميذ زملائه لازم نحسوهم لتفادي ذكر مثلا تلك الحادثة. نعطي مثال فقط هكذا باش ما نطولش كثير. بالك واحد يماه مريضة مرضى، نعم، ما نتكلمش يعني، ما نتكلمش عن الأم ما نتكلمش عن نتفادى الحديث عن الأم، يقول له شو يماه واش دارت لي وعطتني، هو يماه أصيبت فقد أمه حقيقة، يزيد هنا يتقلق ويبقى دائما عايش في هذه الصدمة. أو مثلا شاف صديقه أو زميله أو جاره أو إنسان قدامه ضربته سيارة وتوفي قدامه هكذا، هذا يبقى هذه صدمة، صدمة ثانية كذلك تحدث كثيرا في شوارعنا. فما نكلموش عن السيارة اللي تجري، ما نوريلوش فيلم تاع السيارة، من يعني لازم نكون واعيين بما حدث له لتفاديها، لتفاديها باش ما نذكروش، لأنه لازم ننسيه. وقد أحسنت الأستاذة والدكتورة فيما يخص علاج هذه الصدمات، فالأطباء الأخصائيين واش يديروا؟ لازم يخلي الطفل ينطق ويعبر بطرق تعبير شفوي أو تعبير عن طريق الرسم أو إلى غير ذلك. ولكن عندنا ظاهرة نحب نتكلم عليها، هو عرض الطفل على طبيب النفساني. مازال ما عندناش هذه الثقافة، مازال، وبالمرات ما تجي حاجة شغل طايحة. هذا هو بالضبط، يعني هذه فعلا الطبيب النفساني هو يعني كان الأطباء يعني. نعم، كاين الجسد وكاين نفسية الطفل، يعني ما لازمش يكون طابو، ما لازمش يعني فيها حتى عيب. ندي وليدي للبسيكولوج، يعني ما فيها كيما نديه له، كيما نديه له غرار، كيما نديه للطبيب، كيما الطبيب بيسور. هذا هذا هذه هذه الثقافة ما زلنا. أنا واحد الوقت شاب جاب البكالوريا، يعني نحكي بزاف كثير مع الشباب ومع الطلبة. جميل جميل. إلى يومنا هذا جا لي مسكين، قال لي شيخ دبر عليا، شوف المعدل تاعي تاع البكالوريا تقريبا. قال لي واش دبر عليا ندير؟ قلت له دير بسيكولوجي. داش؟ قال لي شيخ من بعد واش نخدم؟ وصحيح عنده الحق، قال لي دير بسيكولوجي بصح من بعد واش نخدم؟ بينما قول له نورمالمون عندك الخدمه. ماشي نورمال نورمالمون، ولكن مازال دير عياده تاع بسيكولوجي. يقول لك انا ندير وليدي مازال طابو، يقول لك يقولوا لي بلي مجنون او مصاب كذا وكذا كذا. بينما حاجه اخرى تماما، هذه حاجه اخرى تماما. وكم من 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 كبير لا زال يعاني ويضر حتى المجتمع، يضر نفسه ويضر عائلته ويضر المجتمع بسلوكات غير عاديه، لانه فرط فيه عند صغاره ولم يؤخذ بيديه ولم يعتنى به حتى وين يوصل درجة خطيرة. وين يوصل زيد نقول لك سي يزيد، ظاهرة معروفة، هو الانتحار عند المراهقين والشباب. كم من شاب أو شابة ينتحر جراء صدمة يعني قاعدة تخدم. نعم تبقى له، وكما قالت الدكتورة ما شخصوها، تتراكم مع الوقت، كي يوصل 16-17 سنة تتغلب عليه هذه الصدمة المكنونة المكبوتة، ما يلقى حل إلا الانتحار والعياذ بالله. وننصح أولادنا يبتعدون عن هذا. لا لازم يهضروا، لازم لا لازم تتكلم، لازم ما تخافش تتكلم عن مشكلتك، مش عيب
مش عيب. وكان واحد مثل يقول لك مولتاج يحتاج، تحتاج الى اصدقائك، الى اقاربك، الى الى معلميك. الحياه الاجتماعيه مهمه جدا. أتكلم في معالجه الصدمه استاذ من بعد تكلمنا عليها. نعم كاين اخيرا يعني باش نرجع لك الكلمه استاذ يزيد، لما تشوف في الدول الغربيه وين البسيكولوجي والطبيب النفساني يعني هذا راه وصل لدرجه، نعم وصل لدرجه تلقاه راه كبير عنده او عندها 40 50 سنه، تلقاه تقول لك اليوم لما راني تكلمت وراني قلت مشكلتي التي كنت اعاني منها وانا في عمري 8 سنوات، اليوم ارتحت والحمد لله وراني سعيد. الحمد لله لما يتكلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. زهر الدين مرحبا بك. مرحبا بك زهر الدين عمري. ماذا بينا تكلمنا على، احنا في كل مره نستضيف واحد يتكلمنا على تجربه حيه. سمعت باللي وقع لك حادث هكذا، ماذا بيا تكلمنا عليه وتقول لي كيفاش تعاملت مع العائله نتاعك، كيفاش العائله تاعك تعاملت مع هذا الحادث. على كل الحادث هذا ما شغل كيما نقولوا ماشي صرا لي ليا، صرا لجاري شغل ان شوك هكذايا، كان تسمى دار اكسيدون. كيفاش اكسيدون؟ اكسيدون شغل كيما نقولوا قاسط طوموبيل. ايه كي قاسط طوموبيل قدا منا ولا تصدم. عنده الشوك هذاك شغل خلعه شغل كيما نقولوا كنقولوا نروحوا. شحال كان في عمره؟ كان في عمره كي كنا نقراو في الابتدائي. اوكي كان مع والديه؟ لا كنا انا وياه شغل رايحين نقراو كدا كدا. كنتوا تمشوا في الطريق جار وصديقه في المدرسه. اوكي 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 سيروا قاسطو طوموبيل. قاسطو طوموبيل قعد له الشوك هذاك شغل ولات عنده شغل خلعه هكذايا، ما نقولوا نروحوا اي معايا ولا يخاف شغل الطوموبيل هكذايا ولا شغل تجري به ولا داكور قعدت له فوبي شغل صدمه هكذا. ومازالوا هكذاك؟ مازالوا هكذاك شغل مخلوع. ما راحش بسيكولوج؟ نورمالمون راح. على كل حال مشكيتش على حسب نقص شويه ماشي كيما كان هكذاك بالشوك هذاك. لا ما يكبر على الشوك. على كل حال هي الصدمه قادره تولد فوبي، من بعد تقدر الاستاذه يعني تكلمنا عليه. ممكن الصدمه تولد يعني الخوف من هذاك الشيء هذاك، مثلا يولي يخاف من الطوموبيل، يخاف. انا عندي اصدقائي عندي زوج ولا ثلاثه من نهار داروا ان اكسيدون ما ساكش الى يومنا. لا. هذه عشرات السنين. انه يعني هذه حاله معروفه يعني في الجزائر، كان بزاف الناس اللي عندهم هذا الفوبيا هذه ما يسوقش. عدم ثقة كذلك. ما خلاص. صار له عدم ثقة في نفسه. يعني اكسيدون بعد خلاص الفولون يقولوا بقى على خير يعني. صحيح. وجستومون استاذ حبيت نتكلموا، هل هناك طريقة لمعالجة هذه الصدمة؟ وهل هذه الصدمات احنا ماذا بينا نرجعوا الروح للناس، هل الصدمات هذه كلها تعالج؟ اسكو تعالج ولا كاين الصدمات اللي ممكن انك تظن باللي عالجتها ولكن بعد تعاود تظهر وكامل، وكيفاش نقدروا نتعاملوا معها؟ رغم الشرخ اللي تخليه صدمة في نفسية الإنسان، لكن هي تعالج يعني في الحقيقة. ما كاش صدمات ما تعالج، لكن إذا تم التكفل بها بشكل مناسب. بشكل مناسب في الوقت المناسب. في الوقت المناسب. يعني الشكل يتضمن الزمن ويتضمن نوعية العلاج وشكون اللي تكفل به وكلش. إذا الصدمة النفسية كما قلت عندها مضاعفات، إذا لم يتكفل بها تكون عندها مضاعفات. إذا كان صغير بالنسبة للنمو والطفل راح يتقاس، تولي وكأنها هي المحور اللي يدور عليه الجهاز النفسي، ما يخليكش تتطور، يعاود دائما يجبدك لو توربيون كي اللي دوامة تعاود تجبدك دائما الساب الموفون يجبدك. واللي ولو كان ما يتكفلش بها هاد الصدمة وما نتكلموش عليها وما نحللوهاش ما نحلوش الوضعية في الوقت المناسب، يقعد الإنسان يعايش فيها، تقعد غير تتعاود وكأنه شريط يعاد التعرض ليه كل مرة. كما الصديق هذا اللي تكلم عليه الضيف العزيز قال مثلا كل ما يشوف سيارة ولا يكون قدام سيارة تبان له كي اللي راح تصدم فيه. بالضبط. هو راح يصدم في الناس والله الناس حيصدموا فيه. والله هذا الشخص اللي قلت عليه يخاف يعاود يركب السيارة. بالضبط. لأنه راهو يعايش دائما في الحدث، يعاود معايش الحدث. بالضبط. وهذا معذب جدا باش تقعد تعايش في نفس الدث. يعني سيد لا تحكي يعني حتى احنا ما عندناش في ريفلكس تاعنا واحد يدير ان اكسيدون ولا يروح للبسيكولوج.
يعني نظن هذا هو للاسف بالضبط. لكن كي يصرى له اكسيدون يدو يديروا له لا راديو ويشوفوا عنده طبيب. ولكن البسيكولوج علاش البسيكولوج؟ لانه مثلا يقدر يقول باللي لا صافا صافا راني لاباس عليا وماشي كل حادث يعني يقدر يخلف صدمه بالضبط. ولكن مليح انك تروح عند البسيكولوج كيما تروح عند يعني قد ما كانت درجه الادراك عقلانيه عند الانسان. وعلاش نقولوا الكبر يعني نقدر نحتويه اذا قدرت انايا بالادراك العقلي تاعي اني الم بالوضعيه وما نخليهاش انها تاثر عليا راح نقدر نحتوي الامر. واذا خرج عن زمام امري فلازم لي المساعده والمساعده المختصه احسن. شكرا شكرا استاذه شكرا. اذا يا اولياء ردوا بالكم على اولادكم اللي هم اولادنا. إذا كان حسيتوا باللي الطفل هذا صدمة ولا أي حاجة لازم تعرضوه على طبيب مختص. هذا الشيء مفروغ منه لأنه رايح يعايش هذيك الصدمة وكامل وراح تكون عندها آثار وخيمة. وإحنا ماذا بينا ولدنا يكونوا صحاح ويكونوا مرتاحين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وممكن تواصل معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لمقبولة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة.